دمشق مفصلة للأخبار والبداية مع العناوين. موسكو تندد بالهستيريا الأمريكية بعد مكالمة بوتين وبايدن، وأوكرانيا تطالب بأدلة على نية روسيا غزوها. إيران تقدم حزمة مقترحات في فيينا وتدعو واشنطن إلى وضع حد لشكوكها. البرهان يقول إن الزيارات المتبادلة مع إسرائيل تجرى لأغراض عسكرية وأمنية، ويعلن أن لا عداء لبلاده مع أحد. سعيد يصدر مرسوما لاستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء التونسي، وجمعية القضاة ترفض أي بديل لمجلس القضاء الأعلى المنحل. استمرار الاحتجاجات في مدن هندية على قرار حظر الحجاب في المدارس والجامعات. أهلا بكم. أعرب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف عن تنديد موسكو بالهستيريا الأمريكية التي بلغت ذروتها بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن. أوشاكوف قال إن المحادثة كانت متوازنة وعملية، وأن الرئيسين اتفقا على مواصلة الاتصالات بشأن جميع القضايا المطروحة على جميع المستويات، وأشار إلى أن بوتين أكد أنه سيحلل بعناية الاعتبارات التي أشار إليها بايدن، لكن للأسف لا توجد ضمانات. استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصاله بنظيره الأمريكي جو بايدن المعلومات المزيفة حول الغزو الروسي لأوكرانيا، وشدد على أن الغرب لا يمارس ضغطا كافيا على أوكرانيا. وبحسب الكرملين فإن موسكو ستعلن قريبا الخطوات التي ستتخذها بعد تحليل رد كل من واشنطن والناتو على مطالبها الأمنية. من جهته أشار البيت الأبيض إلى أن بايدن حذر نظيره من أن واشنطن وحلفائها لن يتوانوا عن الرد بشكل حازم وسريع إن أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا. وسبقت ذلك محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي ونظير الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأفاد الكرملين بأن بوتين أبلغ ماكرون أن اتهام روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا هو مجرد تكهنات استفزازية، مشيرا إلى أن واشنطن والناتو لم يقدما رد فعل موضوعيا بشأن الضمانات الأمنية. الرئاسة الفرنسية أفادت بأن الجانبين أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار، وأشارت إلى أن ماكرون سيتشاور مع الرئيسين الأمريكي والأوكراني والمستشار الألماني. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب بشن حملة دعائية ضد روسيا بشأن أوكرانيا. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظير الأمريكي بمبادرة من الجانب الأمريكي، وشدد على أن هذه الحملة لها غايات استفزازية وتحرض حكومة كييف على تخريب اتفاقيات مينسك واللجوء إلى محاولات ضارة لتطبيق حل عسكري لقضية دونباس. من جانبه قال بلينكين إن الحل الدبلوماسي لا يزال متاحا، لكنه يتطلب من موسكو تخفيف التصعيد. وكان بلينكين قد قال في مؤتمر صحفي عقده في فيجي إن بلاده لا تزال ترى مؤشرات مقلقة جدا للتصعيد الروسي، منها نشر المزيد من القوات عند حدود أوكرانيا كما قال. ما زلنا نرى بوادر مقلقة للغاية للتصعيد الروسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى حدود أوكرانيا. إذا كانت روسيا مهتمة حقا بحل هذه الأزمة التي خلقتها بنفسها من خلال الدبلوماسية والحوار، فنحن مستعدون للقيام بذلك. في غضون ذلك أكد وزير الدفاع الأوكراني أن بلاده حريصة على انتهاج الدبلوماسية مع روسيا ولا تنوي مهاجمتها عسكريا. هذا فيما شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن التحذيرات من غزو روسي وشيك لبلاده تثير هلع المواطنين، وطالب بدليل قاطع على إمكانية حدوث ذلك. الأمر ليس بسيطا، لهذا لا يمكننا توقع إمكانية حدوث ذلك. وكما قلت سابقا، لم نكن نصدق عام 2014 أن الحرب على شرق بلدنا قد تقع. لهذا السبب يجب أن نقوم بتحليل كل المعلومات التي لدينا، لكن هذه المعلومات تثير هلع المواطنين ولا تساعدنا. وإذا كان لدى أي شخص معلومات إضافية تؤكد احتمال حدوث غزو روسي فليزودنا بها. نفى الجيش الأمريكي ما أعلنه الجيش الروسي عن طرد إحدى غواصاته من المحيط الهادئ، وقال إنه لم ينفذ عمليات في المياه الإقليمية الروسية. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أن الغواصة الأمريكية كانت تتجسس على مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي، وأشارت إلى أن الغواصة استخدمت جهاز محاكاة ذاتي الدفع لتشويش الأهداف على شاشات الرادارات ومعدات المراقبة الصوتية.
مقابل تصريحات التصعيدية للبيت الأبيض، يظهر الكرملين اتزانا وعقلانية وبرودة أعصاب في الرد على استفزازات واشنطن العسكرية والإعلامية. في أخطر موقف تصعيدي حتى الآن، يتصرف الجيش الروسي بحزم وضبط نفس في آن واحد في تعامله مع حادثة الغواصة الأمريكية التي انتهكت المياه الإقليمية الروسية في أرخبيل الكوريل للتجسس على مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي بحسب وزارة الدفاع الروسية. الاستفزازات العسكرية الأطلسية هي ما تحذر منه روسيا وتحاول تجنبه، متيقنة من أن هذا النوع من الأعمال يمكن أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، سواء في شرق أوكرانيا أو في بحر البلطيق وفي البحر الأسود. وأخيرا تبين أن الاستفزاز وارد حتى في بحر اليابان. من الواضح أن صقور الأطلسي استنفدوا معظم وسائل الضغط العسكري والشحن الإعلامي والتحريض السياسي على روسيا لتسفيه مطالبها بشأن الضمانات الأمنية التي تعتبرها موسكو مشروعة، لكن من دون نتيجة. حتى أن أوكرانيا نفسها التي يسوق الغرب لاحتمال تعرضها لغزو روسي باتت تطالب على المستوى الرسمي بتقديم الأدلة على عدوانية روسيا تجاهها. وفيما تروج واشنطن ولندن للحرب في أوكرانيا، تعمل موسكو مع كل من باريس وبرلين لإيجاد مخرج لأزمة باتت تهدد الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية وربما في العالم بأسره. لا شك في أن الصراع الراهن بين روسيا وبعض الغرب يمكن أن يشكل مخاضا عسيرا يفضي إلى نظام عالمي جديد يعتمد التعددية القطبية وعلاقات دولية عادلة تضمن لكل بلد سيادته ومصالحه. لذا ربما سيكون من الصعب على أي طرف من الأطراف الرجوع خطوة إلى الوراء، خشية من أن تفسرها الأطراف الأخرى على غير ماهيتها. إلى ذلك، أمرت واشنطن بسحب شبه كامل للجنود الأمريكيين المتبقين في أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية بهدف إعادة نشرهم في مواقع أخرى في أوروبا. المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أوضح في بيان أن وزير الدفاع لويد أوستن اتخذ القرار بشأن العناصر 160 من الحرس الوطني من ولاية فلوريدا حرصا على سلامتهم وأمنهم كما قال. وأضاف أن إعادة الانتشار هذه لا تعكس تغييرا في تصميم الولايات المتحدة على دعم القوات الأوكرانية. أصداء طبول الحرب تتردد في العواصم الأوروبية. الحكومات تتخذ قرارات شبيهة بقرارات البيت الأبيض، ودول عديدة عدا فرنسا وألمانيا تطلب فيها من رعاياها مغادرة أوكرانيا فورا. والاتحاد الأوروبي يقدم مليارا ومائتي مليون يورو لدعم كييف. تقرير مسعاصي. طبول الحرب تقرع في واشنطن، لكن أصداء القلق تتردد في كل أوروبا، وخطوات قادة القارة العجوز ليست سوى انعكاس لما يقرره البيت الأبيض. وإن كان الأوروبيون وتحديدا فرنسا وألمانيا لا تريدان الحرب ولا حتى التصعيد ضد روسيا، أمر اليوم الذي يصوق له الجميع. روسيا ستغزو أوكرانيا خلال أيام قليلة في 16 من الشهر الجاري بحسب ما أبلغ الرئيس الأمريكي بعض نظرائه الأوروبيين في لقاء عن بعد، فيما توقع جاك سوليفان مستشار الأمن القومي بداية الغزو مع نهاية الألعاب الأولمبية في 20 من الشهر الجاري حتى لا تؤثر الحرب على دورة الألعاب الشتوية للحليف الصيني. يأخذ الأوروبيون من فشل قمة مجموعة نورماندي في برلين التي تجمع روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا تبريرا للتهويل بقرب الغزو الروسي، علما أن فشل اجتماع هذه المجموعة لم يفاجئ أحدا، فالتطورات الميدانية وشعور كييف فائض القوة مع ضخامة الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي الغربي لها تجاوز هذه المجموعة التي تحاول منذ سنوات تطبيق اتفاق مينسك للحل بين أوكرانيا ومقاطعة دونباس، ولكن من دون جدوى. الاتحاد الأوروبي قرر بدوره تقديم مليار ومئتي مليون يورو دعما عاجلا لأوكرانيا، وينتظر أن يتخذ حلف الناتو في اجتماعه في 16 من الجاري قرارا بإرسال مزيد من القوات والمعدات إلى أوروبا الشرقية. وفي إطار التهويل بالحرب، طلبت دول غربية عديدة من مواطنيها مغادرة أوكرانيا فورا، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا، فيما طلب الاتحاد الأوروبي من موظفيه الدبلوماسيين مغادرة كييف باستثناء الذين لهم أولوية قصوى، فيما لوحظ غياب أي طلب مماثل من فرنسا وألمانيا. لا يحسد الأوروبيون على وضعهم، فهم لا يريدون الحرب ولا حتى التصعيد
جديدة مع موسكو بسبب تداعياتها المباشرة على القارة العجوز، وفي المقابل هم مجبرون على تبني الموقف الأمريكي والسير به حتى ولو على حساب الأمن والاستقرار في أوروبا. موسى عاصف، ينا، الميادين. إلى إيران، حيث أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني أن حفاظ إيران على طاقتها النووية السلمية وقدراتها الدفاعية بين القضايا التي لن ترفع عن طاولة المفاوضات. شمخاني أكد في تغريدة على تويتر أن الخيارات التي لن ترفع أيضا عن طاولة المفاوضات أبدا هي المشاركة المقتدرة للإيرانيين في دعم النظام الإسلامي وسياسات الجمهورية الإسلامية لتوفير الأمن في المنطقة. ونقلت وكالة إيرنا الإيرانية عن مصادر تأكيدها تقديم إيران حزمة مقترحات في مفاوضات فيينا، وأضافت المصادر أن طهران كانت سباقة في تقديم المقترحات الجديدة منذ اليوم الأول وشجعت الأطراف الآخرين على القيام بالمثل. كذلك شددت على وجوب أن تضع الولايات المتحدة حدا لشكوكها. ومن طهران ينضم إلينا مدير مكتب الميادين ملحم ريا. صباح الخير ملحم. إذا نسأل بداية عن تطورات المحادثات النووية في فيينا بين إيران والقوى الغربية، لا سيما في ظل الحديث بأن هذه المرحلة مرحلة فارقة وحاسمة. صباح النور. في الحقيقة هذه المرحلة كما ذكرت هي مرحلة حاسمة، خاصة بعدما عادت الوفود من عواصمها بعد التشاور الذي أجرته مع المسؤولين هناك لتقديم حقيقة كل ما لديها على طاولة المفاوضات الآن في هذه المرحلة تحديدا في فيينا للتوصل إلى نتيجة. مع بداية الجولة السابعة أحمد، في الحقيقة قدمت إيران مقترحين. المقترح الأول يتعلق بالعقوبات بالإضافة إلى الضمانات التي يجب أن تحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، والمقترح الثاني يتعلق بالإجراءات النووية. خلال الجولة السابعة وحتى أواسط الجولة الثامنة تم تبادل الأفكار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الرسائل المكتوبة التي كان ينقلها أنريكي مورا بين الطرفين فيما يتعلق بهذين المقترحين، تفاصيل هذين المقترحين. في أواسط الجولة الثامنة عادت الأطراف إلى عواصمها، تحديدا الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، للتشاور مع المسؤولين هناك فيما يتعلق بالنتيجة التي تم التوصل إليها خلال الجولة السابعة وأيضا يعني حتى أواسط الجولة الثامنة. الآن الذي حصل أن الجانب الإيراني عاد إلى فيينا بحزمة نهائية، أي بأفكار نهائية، ولكن هذه الأفكار النهائية التي لن تتغير هي في إطار المقترحات التي قدمتها إيران سابقا. الآن الكرة بحسب الإيرانيين هي في الملعب الأمريكي، على الولايات المتحدة الأمريكية، على الأوروبيين أيضا أن يتخذوا القرار. حقيقة الحزمة النهائية جاءت أيضا ردا على الاتهامات الغربية لإيران بعدم اجتراح الحلول وبالإصرار ربما على بعض القضايا التي طرحتها مع بداية الجولة السابعة. لذلك نحن الآن أمام حزمة نهائية بحسب بعض المصادر، حزمة نهائية إيرانية قدمت الآن، وعلى الطرف الأمريكي تحديدا أن يتخذ الخطوة إذا أراد التوصل إلى نتيجة. حتى الآن نحن أمام ثلاث عقبات رئيسية في فيينا. العقبة الأولى تتعلق برفع العقوبات. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد رفع العقوبات بشكل كامل، إنما فقط العقوبات المتعلقة بما اتفق عليه في عام 2015 عند توقيع الاتفاق النووي. إيران تصر على إضافة أجزاء رئيسية إلى رفع العقوبات هذه، حتى أن بعض الأفكار المطروحة هي موضوع تأكيد إيران على رفع العقوبات عن الحرس الثوري، وأيضا يعني يجب أن ترفعه الولايات المتحدة الأمريكية عن قائمة الإرهاب أو القائمة السوداء التي وضعته عليها قبل عدة سنوات تحديدا في زمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كذلك الأمر موضوع الضمانات هو موضوع مهم جدا، لا يزال الخلاف حول كيفية
إعطاء هذه الضمانات لإيران فيما يتعلق بالتفاصيل لا يزال هناك اختلاف بين الطرفين. النقطة الثالثة التي لا يزال فيها خلاف هي المتعلقة بالإجراءات النووية. الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة تريد وضع قيود على أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتطورة، تريد وضع قيود على كميات اليورانيوم المخصب التي تفوق 3.67%، وهي النسبة التي سمح بها الاتفاق النووي. نتحدث هنا عن نسبة 20%، نسبة 60%. طبعا الخلاف حول مصير هذه الكمية. الاتفاق النووي نص بشكل واضح على أن تكون هذه الكمية حتى سقف 3.67%. كل ما يزيد عن هذا الأمر ينبغي طبعا إما إتلافه أو إما وضعه تحت وصاية دولة ثالثة، على الأرجح أن تكون روسيا. لكن في الحقيقة الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 لم ينص على مصير أجهزة الطرد المركزي المتطورة، لأن هذه الأجهزة آنذاك لم تكن تعمل عندما وقع هذا الاتفاق، لذلك لم يتطرق إلى هذه المسألة. هذه مسألة جديدة في الحقيقة لا تتعلق بالاتفاق النووي، لذلك هذه التفاصيل الجديدة هي جوهر الخلاف القائم حاليا ولا يزال بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لكن حصل تقدم واضح فيما يتعلق بقضايا أخرى. هذه القضايا التي تتعلق بالاتفاق النووي سابقا والتي نص عليها الاتفاق بشكل واضح في عام 2015، في هذه القضايا حصل اتفاق، لكن القضايا التي أضيفت فيما بعد ذلك حقيقة منها موضوع العقوبات، منها موضوع بعض التقدم الذي حصل في البرنامج النووي الإيراني، هذه لا تزال موضع خلاف بين الطرفين. نعم ملحم، كان لافتا للانتباه حديث شمخاني في تصريحه السابق بأن هناك أمور لن ترفع عن طاولة المفاوضات، ومنها وأقتبس كما قال شمخاني هي المشاركة المقتدرة للإيرانيين في دعم النظام الإسلامي وسياسات الجمهورية الإسلامية لتوفير الأمن في المنطقة. هل هذا يعني بأن هناك سعي غربي أو كان هناك سعي غربي لأن توضع على طاولة المفاوضات أمور أخرى تتجاوز مجرد الاتفاق النووي كالحد من الدعم الإيراني المقدم لحلفائها؟ في الحقيقة هذا الأمر ليس خافيا على أحد، هذا الأمر طرح في زمن الإدارة الأمريكية السابقة، وأيضا مع بداية حكم جو بايدن في الحقيقة تم طرح هذا الموضوع، تحديدا مع بداية المفاوضات في فيينا مع الجولة الأولى تم الحديث من قبل الأوروبيين ومن قبل الأمريكيين على هذا الموضوع، بأنه ينبغي أن يضاف إلى موضوع التفاوض موضوعات أخرى تتعلق بحضور إيران في المنطقة، وبطبيعة الحال حضور إيران في المنطقة دعم إيران لحلفائها، وكذلك الأمر موضوع البرنامج الصاروخي الإيراني. هذين الموضوعين رفضتهما إيران منذ الجولة الأولى للمفاوضات النووية في فيينا في زمن حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، وأكدت بأنها لن تتفاوض إلا على القضايا النووية فقط لا غير، أما بقية القضايا فهي خارج طاولة النقاش وخارج طاولة التفاوض، وحتى الآن لا تزال تصر إيران على هذا الأمر. مع مرور الوقت حتى نهاية الجولة السادسة الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي كان يصر على أن توضع هذه النقاط على طاولة التفاوض. مع بداية الجولة السابعة ووصول الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سدة السلطة التنفيذية في إيران، الجانب الأوروبي حقيقة فهم بأن هذا الأمر ربما يكون من المستحيلات وإيران لن ترضى به، لذلك سحب هذه النقاط عن طاولة التفاوض. والآن التفاوض في فيينا يدور فقط بحسب العديد من المصادر الإيرانية وغير الإيرانية على القضايا النووية فقط لا غير. نعم من طهران مدير مكتب الميادين ملحم ريا، شكرا جزيلا لك. أقامت السفارة الإيرانية في دمشق حفلا بالذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية، وحضر الحفل عدد من الوزراء السوريين وعلماء وشيوخ وأكاديميون وقادة الفصائل الفلسطينية. وخلال الحفل أكد وزير الاقتصاد السوري تطور التبادل التجاري بين البلدين، فيما شدد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري على أن بلاده لا تخضع للضغوط في علاقاتها بإيران.
هناك تطور على مستوى التبادل التجاري بين البلدين، الطموح هو أكبر من ذلك بكثير، واليوم يجري العمل على التنسيق لتكامل في مجالات استثمارية متعددة، ولأن تشهد سوريا أيضا عمل لشركات إيرانية في مجالات متنوعة تمتلك فيها تلك الشركات الكثير من الخبرة في قطاعات هي قطاعات مهمة بالنسبة للاقتصاد السوري. رسالة تحالف، رسالة تعاضد، رسالة اعتزاز بالعلاقة الثنائية التي تجمعنا بحليفنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك أنا قلت في كلمتي أنه اليوم التهنئة ليست اعتيادية، هي تهنئة من حليف لحليف، من شقيق لشقيق. اليوم العلاقات السورية الإيرانية غيرت منطق العلاقات السياسية الدولية ومفهوم الجغرافيا السياسية، لذلك العلاقات ليست اعتيادية. لو كنا نريد يعني أو جاهزين لنخضع للضغوط لكانت العلاقة انتهت من زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم لحضوركم المفعم بالود في هذا العيد الوطني. الحضور الحافل للإخوة السوريين اليوم يشحذ كل شيء بالنسبة للعلاقات بين البلدين. فلسطين المحتلة أفادت مراسلة الميادين باعتداء المستوطنين على أهالي الفلسطينيين الذين تجمعوا قرب منزل عائلة سالم المهدد بالإخلاء من الشيخ جراح في القدس المحتلة، وأوضحت أن المستوطنين ألقوا الحجارة باتجاه البيوت والمركبات الفلسطينية ورشوا غاز الفلفل باتجاه أهالي الحي. حركة حماس من جهتها عدت العدوان على أهالي الشيخ جراح لعبا بالنار في القدس، وحذرت الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذا التغول. تطلق اليوم لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية للأسيرة والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى تطلق فعاليات حملة إسناد الأسرى المرضى وفي الضفة وغزة بعنوان الحياة حق. وللاطلاع أكثر على أجواء الفعاليات ينضم إلينا من غزة مراسلنا أحمد غانم. صباح الخير أحمد، ماذا في تفاصيل المؤتمر المنتظر للإعلان عن فعاليات الإسناد للأسرى؟ نعم أحمد، هذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع الضفة الغربية، مع مؤتمرين آخرين في الضفة الغربية والخارج، وهو يأتي أيضا تحت يعني شعار الحياة حق، استجابة للمخاطر المحبطة بصحة الأسرة في السجون الإسرائيلية. أنت تعلم أن طبيعة السجون الإسرائيلية هي سجون بيئة تمثل بيئة خصبة للأمراض، هنالك حالة كبيرة من الإهمال الطبي بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، مئات المرضى يعانون من أمراض متنوعة أخطرها أمراض السرطان في ظل غياب كل أو معظم الرعاية الطبية اللازمة لهؤلاء الأسرى، وأيضا فاقم أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال جائحة كورونا. طبعا استمعنا إلى هيئة شؤون الأسرى قبل أيام وهي تؤكد أن هنالك سجون كاملة تفشى فيها فيروس كورونا في ظل وضع صحي خطير من الأسرى في سجون الاحتلال. بالتالي هذا المؤتمر يأتي من أجل إرسال رسائل متعددة أبرزها لإسرائيل لضرورة يعني متابعة الوضع الصحي للأسرى داخل السجون، وللعالم بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل توفير بيئة صحية سليمة لطبعا الأسرى، باعتبار أن الإهمال الطبي هو مخالفة جسيمة وواضحة للقانون الدولي وقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي يعني تبيح حصول الأسرى على الرعاية الطبية الكاملة. نعم، من غزة مراسل الميادين أحمد غانم، شكرا جزيلا لك. دعت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي إلى الاستعداد لمعركة التمرد على السجان إذانا ببدء الانتفاضة الكبرى. الهيئة أكدت رفض الإجراءات الإسرائيلية وبدء جميع الفصائل والقوى في السجون الانتفاضة تحت قيادة لجنة الطوارئ الوطنية العليا، وحذرت الاحتلال من أنه إن لم يتراجع عن عدوانه فسينتظر المواجهة الكبرى خلال شهر رمضان. كما دعت الشعب الفلسطيني إلى التمرد على السجان وإعداد العدة للمواجهة معه. إلى ذلك أكد مدير العلاقات العامة في مؤسسة مهجة القدس للأسرى ياسر مزهر في حديث إلى الميادين أن الأسرى هم أمام معركة حقيقية مع الاحتلال إذا لم يتراجع عن إجراءاته، لافتا إلى أن حراك الأسرى بات يشكل انتفاضة وطنية كبيرة وسط إجماع فلسطيني. إضافة إلى يوم غد سيكون يوم إزعاج وإرباك لإدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني، إضافة إلى يوم الاثنين سيكون إضراب مفتوح عن الطعام. نحن في الحقيقة أمام يعني انتفاضة كبرى من قبل الحركة الوطنية الأسيرة،
وهناك داخل سجون الاحتلال جميع الأسرى موحدون، وهذه المعركة تختلف عن المعارك السابقة، حيث كانت المعارك السابقة عندما نتحدث عن بعد عملية انتزاع الحرية كان هناك معركة مع أسرى حركة الجهاد الإسلامي لوحدهم بعد عملية انتزاع الحرية. اليوم نتحدث عن إجماع لكافة الفصائل الوطنية. اتهم رئيس النيجر السابق محمد يسوفو دولا عربية لم يسمها بتأجيج ظاهرة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في أفريقيا. وخلال زيارته الجزائر قال إن انحدار دول عربية للتطبيع مع إسرائيل دفع دولا أفريقية فقيرة إلى استسهال الخطوة، وتمنى على الاتحاد الأفريقي أن يرفض عضوية إسرائيل كمراقب. أعتقد أن القادة الأفارقة قد اتخذوا قرارا جيدا، وأتمنى في نهاية المطاف أن يرفض الاتحاد الأفريقي عضوية إسرائيل كمراقب. المشكلة الكبيرة المطروحة أمام الدول الأفريقية هي تصرفات بعض الدول العربية تجاه إسرائيل، وهذا ما يعطي ذرائع للدول الأفريقية التي اقتنعت بعضوية إسرائيل في الاتحاد. لكن أعتقد أن الأغلبية من الشعوب الأفريقية مرتبطة جدا بحق الشعب الفلسطيني وضد انضمام إسرائيل. هذا وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إن الزيارات المتبادلة بين بلاده وإسرائيل تجرى لأغراض عسكرية وأمنية وليست لأغراض سياسية. وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن الخرطوم تسعى إلى الانفتاح وإلى أن يكون السودان جزءا من المجتمع الدولي وليس لديه عداء مع أحد. أولا موضوع إسرائيل الناس تتعامل معه بحساسية. أنا من قابلت رئيس الوزراء السابق نتنياهو أظن أن هذا الأمر أصبح معلوم للجميع، أننا نسعى في هذه الدولة إلى الانفتاح الذي أفضى إلى أن السودان يكون جزء من المنظومة الدولية. هذا الانفتاح واحدة منه أننا ننظر إلى الجميع بدون استثناء أنه هم ليسوا أعداء للسودان. نحن نريد أن نخلق بيئة مواتية أن السودان يعيد للاندماج في المجتمع الدولي بدون عداء مع أي دولة في العالم، حتى جيراننا اللي عندنا معهم مشاكل نسعى إلى أن هذه المشاكل تحل عن طريق التوافق وعن طريق الحوار. لذلك التعاون أو التعامل منذ ذلك التاريخ بالذات التعامل في مجال الاستخبارات في مجال الأمن لم يتوقف، وهذا أمر طبيعي وأمر مشروع ونزعى من خلاله لتأمين دولتنا ولتأمين الإقليم. لذلك الزيارات اللي بتتم كلها في إطار العمل الأمني والعمل الاستخباري، ليست زيارات سياسية ولا زيارات عندها مقاصد أخرى، لكن هذا الأمر ليست هنالك سرية مضروبة عليه. فاصل نتابع بعده نشرة الأخبار. أهلا بكم من جديد. صدر مرسوم رئاسي تونسي بشأن مجلس القضاء المؤقت ينص على حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاء وحقه في إعفاء أي قاض يخالف مهامه، كما يحظر على القضاة الإضراب عن العمل. وكان الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل. وقال خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال في قصر قرطاج إن المجلس الجديد جاء ليضع حدا لحالات الإفلات من العقاب. وكان جمعية القضاة التونسيين قد رأت أن حل المجلس الأعلى للقضاء يشكل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية. وعقب اجتماعهم بدعوة من المكتب التنفيذي للجمعية دعا القضاة الرئيس السعيد إلى التراجع عن قراره ورفع الحصار عن مقر المجلس وفق تعبيرهم، وأعلنوا تشكيل خلية أزمة لتنسيق التحركات المقبلة، كما دعوا المجلس إلى مواصلة القيام بمهامه ورفض تنصيب أي هيكل بديل له. ومن العاصمة التونسية انضم إلينا مراسل الميادين مراد دلنسي. صباح الخير مراد. إذن مرسوم رئاسي آخر حول القضاء يصدره الرئيس التونسي قيس سعيد. نحن الآن أمام هيكلين على ما يبدو للقضاء التونسي، المجلس الأعلى المنحل والمجلس الذي شكله الرئيس التونسي. كيف سينعكس هذا الأمر على الحياة السياسية والقانونية في تونس؟
نعم أحمد، صباح الخير. صحيح نحن أمام مجلسين، ولكن قانونيا الآن على الأقل يمكن القول أن المجلس السابق أصبح في عداد الماضي كما قال رئيس الدولة، وهذا المرسوم ينص على أن كل الوثائق وما يتعلق بالمجلس السابق ستتحول إلى المجلس الجديد، ومن الواضح أن الأمور قانونيا حسمت في اتجاه أحداث هذا المجلس الجديد للقضاء الذي يحل محل المجلس القديم. حقيقة هذا المرسوم يتكون من 29 فصلا يتحدث عن كل الصلوحيات وكل التفاصيل التي تتعلق بسير القضاء. كما تحدثتم هناك فصول يعني واضحة ولافتة تتعلق بمنع القضاة من الإضراب أو حتى من كما ينص الفصل التاسع يعني حتى من تنظيم أي عمل جماعي منظم. هنا ربما يقصد به التحركات أو المظاهرات أو غيره، أو من شأنه إدخال أي اضطراب على تعطيل سير العمل القضائي. هذا فصل لافت وقد لاقى ردود فعل وتأويلات حتى من بعض الفاعلين السياسيين. لم تصدر إلى حد الآن بيانات، ولكن بعض خاصة المعارضين يتحدثون على أن رئيس الدولة لديه صلاحيات في التأثير على القضاء. ربما هم يتحدثون عن بعض الفصول التي تقول أنه يحق لرئيس الدولة الاعتراض على أي تسمية أو ترقية أو نقلة في الحركة القضائية بناء على تقرير من رئيس الحكومة. كذلك يحق لرئيس الدولة الاعتراض على ترشح القضاة للوظائف العليا في القضاء بناء على تقرير حكومي. المعارضة ركزت على هذه الفصول التي تقول أن رئيس الدولة سيتحكم في القضاء من خلال. إذن مراد، ما مصير القضاة المعارضين لهذه القرارات ولهذا المرسوم إذا ما قاموا بمخالفة القرارات التي أصدر الرئيس قيس سعيد، على الأقل المرسوم الأخير حول منع الإضراب وغيرها من الخطوات، ما مصير هؤلاء القضاة؟ نعم، بطبيعة الحال الآن المجلس الجديد من حقه أن يعزل أو يرقي أو يقوم بمختلف هذه الوظائف أو الأفعال تجاه القضاة المخالفين. باعتقادي أن الأمر أصبح واضحا الآن، هذا المجلس من حقه أن يقوم بتتبعات أو أي إصدار أي عقوبات ضد القضاة، خاصة إذا ما تحدثنا عن التحركات يبدو أنها أصبحت ممنوعة. تحركات القضاة اليوم أو الإضراب حتى أصبح ممنوعا، وبالتالي المجلس القديم لم يتحدث عن كيف سيتعامل. آخر التصريحات التي صدرت حتى خلال الساعات الماضية قبل إصدار هذا المرسوم الجديد، الأعضاء المجلس الأعلى السابق للقضاء قالوا أنهم يعتبرون أنفسهم شرعيين ويواصلون عملهم، ولكن هذا القانون الجديد أو المرسوم الجديد جاء ليؤكد أن مجلسا جديدا مؤقتا قد أصبح فعلا على أرض الواقع، وهذا المجلس المؤقت سيواصل أعماله إلى حين إصدار أو وضع مجلس آخر سيكون ليس مؤقتا. أي أن ربما هناك تفاصيل في هذا المرسوم تنص على أنه سيتم انتخاب، ولكن لم تتحدد المدة، بعد سنة سنتين. نعم مراد، هذا فيما يتعلق في هذا المرسوم، هذا فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية حول قرارات الرئيس الأخيرة، ولكن هل نتوقع بعد تشكيل المجلس الجديد أن يتم فتح ملفات جديدة في القضاء التونسي، أو بالأحرى بصيغة أخرى السؤال، ما هي أبرز الملفات التي يمكن أن تفتح وتتصدر المشهد خلال المرحلة القادمة؟ نعم أحمد، هذا الوجه الآخر من المشهد، لأن هذا المرسوم الجديد قد لاقى ترحيبات من الشخصيات الداعمة للرئيس التونسي، وتعتبر أنها خطوة إيجابية باتجاه إصلاح القضاء من الفساد خاصة، وأن رئيس الدولة الآن بإمكانه أن يعني ينظف القضاء كما يقول هؤلاء من الفاسدين، وخاصة فيما يتعلق بمحاكمة من اقترف أو كشف الحقائق حول
الجرائم الاغتيالات السياسية، هذا ما ينادي به داعمو رئيس الدولة وجهات عديدة حقيقة من منظمات وأحزاب سياسية وغيرها تقول أن هذه الخطوة إيجابية في اتجاه الكشف عن عديد الحقائق، لأنها تعتبر أن القضاء كان في السابق خلال السنوات الماضية بيد الأحزاب السياسية التي كانت تحكم، وأن هذه الخطوة جاءت كانت ضرورية من أجل تطهير القضاء. نعم، من تونس مراسل الميادين مراد دلنسي، شكرا جزيلا لك. وأمس تظاهر عشرات الناشطين من سياسيين وأعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي قرب منزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، واتهموه بالمسؤولية عن اغتيال الشهيدين. المحتجون اتهموا الغنوشي بالسيطرة على القضاء وطالبوا بمحاكمته وبفتح ملف الاغتيالات وتطهير القضاء. يأتي ذلك بعدما كشفت الهيئة عن معطيات قالت إنها تورط الغنوشي وحركة النهضة في اغتيالات وفي الحصول على أموال من الخارج. وتركة الماضي ما تنجمش تتصفى، والمستقبل ما نجمش تبنى دون أن تكون هناك محاسبة قضائية، والمحاسبة القضائية تتطلب تحرير القضاء من قبضة حركة النهضة ومن الفاسدين والإرهابيين اللي عشوا فيه طيلة السنوات الماضية ومنعوا كل أشكال المحاسبة وكرسوا سياسة الإفلات من العقاب. نشير بأصابع الاتهام رأسا إلى كبير الإرهابيين في تونس راشد الغنوشي، نقلنا إلى منزله اليوم باش نقولوا له راهو الحصانه القضائيه سقطت، راهو ما عادش تنجم اليوم تتحصن بالتلاعب والخزعبلات القضائيه والاجرائيه اللي يعملوا لك فيها مرتزقه قضائيين في المحاكم. كرمت المنظمه العالميه للدفاع عن ضحايا الارهاب في تونس ممثله برئيسها صباح الصافي قناه الميادين المعنيون في المنظمه التي تتخذ من كندا مقرا لها، افادوا بان هذا التكريم جاء تقديرا لمواقف القناه في وجه الارهاب ودفاعها عن القضايا الانسانيه العادله. كذلك جرى تكريم عدد من المنظمات والهيئات التونسيه ابرزها الاتحاد العام التونسي للشغل وعماده المحامين وهيئه الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الابراهيمي. كما جرى في المناسبه إعلان عن تأسيس فرع للمنظمة في تونس. أعلنت تشكيلات مسلحة ليبية في مدينة مصراتة رفضها اختيار بشاغة رئيسا للحكومة، منتقدة انفراد البرلمان بالشأن السياسي والدستوري. ودخلت المجموعات المسلحة من مدينة مصراتة وغيرها من المدن الليبية والتي تضم نحو 300 عربة عسكرية مسلحة إلى العاصمة طرابلس دعما لرئيس تصريف الأعمال عبد الحميد لدبيبة. ووصفت التشكيلات في بيان خطوات مجلس النواب بالمهزلة السياسية. قتل مسلحان وجرح العشرات خلال اشتباكات بين مسلحي ما يعرف بفرقة الحمزات ومسلحي الجيش الوطني التابع لتركيا في منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي. مراسل الميادين في سوريا قال إن مسلحين من فصيلي أحرار الشام والجبهة الشامية التابعين للجيش الوطني اقتحموا في وقت سابق قرية كركان في ريف عفرين الخاضع لسيطرة مسلحي الحمزات من دون معرفة أسباب التوتر الحاصل. إبعاد دمشق عن ثرواتها النفطية شرق الفرات جزء من الحرب الأمريكية عبر بوابة أهم موارد خزينتها وبمشاركة الوحدات الكردية على الأرض. تقرير محمد الخضر. قوافل نقل النفط السوري نحو شمال العراق لا تتوقف، جزء من نهب منظم تشرف عليه القوات الأمريكية شرق الفرات ضمن خطة تقوم على إبعاد دمشق عن ثرواتها في منطقة تضم نحو 95% من الاحتياطات النفطية السورية. السرقة الأمريكية المتواصلة أكدها تقرير استخباراتي روسي كشف عن استخراج 3 ملايين برميل من النفط شهرية، يتولى الأمريكيون بيع ثلثها لكرد العراق. الحقيقة أن هذه ليست اتهامات، هي توصيف للواقع الذي تقوم به أمريكا في الجزيرة السورية من سرقة النفط السوري وحرمان الشعب السوري من ثرواته وحصاره وتجويعه. وأيضا يأتي متزامن مع أن أمريكا قامت بنقل 750 من عناصر داعش الفارين من سجن غويران إلى البادية السورية. بالأرقام الرسمية السورية تزيد فاتورة المشتقات النفطية عن 3 مليارات دولار سنوية، نزف اقتصادي كبير في مورد شكل قبل الحرب المصدر الأبرز لدخل الخزينة، مورد يأتي من بيع نحو 150 ألف برميل يومية قبل 2011
تحولت إلى سراب مع خطط نهب أمريكية تشارك فيها الوحدات الكردية. المحتل الأمريكي منذ أن بدأ الاحتلال أنشأ قواعد عسكرية، قواعد عسكرية أين أنشأها؟ في المناطق التي تستخرج وتستثمر النفط، وكان هدفه واضح، وبالتالي فهو يعني يستهدف الحياة المعيشية للمواطنين، استنزاف أهم الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني. قبل الحرب أنتجت سوريا أكثر من 360 ألف برميل يوميا، أمنت كامل الاستهلاك المحلي وشكلت الداعم الرئيس للاقتصاد السوري. ليس تفصيلا إبعاد دمشق عن ثرواتها النفطية ضمن الاستراتيجية الأمريكية تجاه دمشق، نهب لا يقل شراسة عن المعارك التقليدية على الأرض، إن لم يكن أكثر خطورة في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري تبعات 10 سنوات من تدمير قطاعاته الإنتاجية. محمد الخضر، دمشق، الميادين. تستمر الاحتجاجات في الهند على خلفية منع ارتداء الفتيات المسلمات الحجاب في المدارس والجامعات بولاية كرناتاكا جنوب البلاد. قرار المنع أثار جدلا واسعا، ولا سيما في ظل الشعور بتزايد المشاعر المعادية للمسلمين. تحولت الفتاة مسكان خان إلى رمز للمقاومة بين الشابات الهنديات المسلمات اللواتي يكافحن ضد قرارات منع الحجاب. الشابة البالغة من العمر 19 عاما ظهرت في مقطع مصور انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تدخل مدرستها، بينما يقترب منها حشد من الرجال يرتدي كل منهم وشاحا أحمر مائلا إلى البرتقالي فوق كتفيه، وهو لون يرتبط بالديانة الهندوسية والجماعات القومية الهندوسية. لكن مسكان التي ظهرت في الفيديو مرتدية عباءة سوداء وحجابا أسود وقفت في وجه الشبان الذين استمروا بمضايقتها قبل أن تهرع إدارة المدرسة لاصطحابها إلى الداخل. هكذا ببساطة قد تستبعد طالبة في الهند من حضور الدروس فقط بسبب ارتدائها الحجاب أو النقاب. فمسكان واحدة من ملايين المسلمات الهنديات اللواتي يرتدين الحجاب أو النقاب بشكل يومي، لكن هذا الخيار تحول خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى أمر مثير للجدل. اندلعت الأزمة مع بدء مدارس عديدة في ولاية كرناتاكا جنوب البلاد بفرض قرار منع ارتداء الحجاب، ثم اتخذت المسألة بعدا طائفيا مع خروج جماعات مؤيدة للقوميين الهندوس في تظاهرات مؤيدة لقرارات المنع. وفي ظل صمت الحكومة برئاسة ناريندرا مودي لجأت الشابات إلى وسائل الإعلام لطرح قضيتهن على أمل أن يتمكنن من اجتياز امتحاناتهن ومتابعة وظائفهن في المستقبل. اليوم دور الهند في التعامل بعنصرية ضد المحجبات سبقتها إليه دول أوروبية تدعي المساواة والحريات العامة واحترام العقائد وحقوق الإنسان. تقول شبانة مير مديرة التعليم الجامعي في الكلية الإسلامية الأمريكية بولاية شيكاغو في هذا الصدد إن العون يقدم للمسلمات فقط عندما يكون الرجال المسلمون هم الظالمين، وطالما أن المسلمات ينفصلن عن الشعائر الإسلامية والمجتمعات الإسلامية. خرج آلاف البريطانيين في تظاهرة وسط لندن للمطالبة برحيل رئيس الوزراء بوريس جونسون عن السلطة بسبب تردي الأوضاع المعيشية. المتظاهرون رددوا شعارات تندد بالسياسة التقشفية التي تعتمدها حكومة المحافظين تجاه المواطنين مقابل إنفاقها أموالا طائلة على الحروب. كما رفض المتظاهرون السياسة الخارجية والتهديدات بدخول بلادهم في حرب ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. نحن هنا من أجل رفع الصوت ضد غلاء المعيشة وسياسة المحافظين التي تعاقب الفقراء من خلال رفعها للضرائب الاجتماعية وأسعار المحروقات، ما جعل الحياة أكثر صعوبة في ظل هكذا أوضاع. نتظاهر ضد سياسة جونسون الاقتصادية وأيضا ضد التهديد بدخول حرب مع أوكرانيا والتي قد تكون من أعنف الحروب منذ الحرب العالمية الثانية، وأعتقد أنه علينا تغيير النظام بشكل كامل حتى يعيش أولادنا بسلام.
نحن نريد التخلص من رئيس الوزراء، لكن في المقابل أنا لا أدعم زعيم حزب العمال، فهو سيء لأنه طرد اليسار خارج حزب العمال، فهو ليس بديلا عن جونسون. أشار تقرير برلماني بريطاني إلى وجود ما سماه أدلة دامغة على تهريب داعش نساء وأطفالا بريطانيين قسرا إلى معسكرات في شمال شرق سوريا. تقرير موسى صبور. داعش يتاجر بالنساء والأطفال البريطانيين والحكومة لا تحرك ساكنا، هذا ما كشفه تقرير برلماني بريطاني بعد تحقيق استمر 6 أشهر. التقرير أشار إلى إخفاق الأجهزة البريطانية في منع تهريب النساء والأطفال قسرا من المملكة المتحدة، مشيرا أيضا إلى وجود 20 عائلة بريطانية محتجزة في مخيمات في شمال شرق سوريا. من خلال تجربتي في قضية هروب 3 فتيات إلى سوريا عام 2015 أستطيع القول إن ما يفعله داعش هو الاستغلال الجنسي للنساء في بريطانيا، فهو يستخدم مهاراته من أجل استغلالهن ومن ثم العمل على تحويلهن إلى متطرفات. منظمة ريبريف غير الحكومية التي أجرت التحقيقات أشارت إلى أن معظم النساء البريطانيات المحتجزات هن ضحايا للإتجار بالبشر بناء على أدلة تثبت تعرضهن للاستغلال الجنسي، وإما تم نقلهن إلى سوريا كأطفال أو إكراههن على السفر إلى هناك أو احتجازهن ونقلهن داخل سوريا رغما عنهن. أعتقد أن سياسة الحكومة خاطئة في عدم إعادة هؤلاء العائلات من سوريا ومحاكمتهم في بريطانيا، وعلى الحكومة أن تجيب عن تساؤلات بشأن الإسلاموفوبيا وحول ماذا كانت ستفعل لندن لو ذهبت فتيات من أصحاب البشرة البيضاء إلى دول أخرى للقتال، كيف ستتصرف وما الإجراءات التي قد تعتمدها بحقهن. استمالة النساء والأطفال من قبل داعش للإتجار بهم تغافلت عنه الأجهزة الأمنية البريطانية، فهي تعتمد سياسة نزع الجنسية مستندة إلى فرضية أن النساء سافرن بمحض إراداتهن. الحكومة البريطانية اعتبرت في بيان لها أن أولوياتها هي في توفير الأمن والأمان للبلاد، مشيرة إلى أن الموجودين في شمال شرق سوريا هم إما من أجل القتال أو لتقديم الدعم لداعش. رفض استقبال الحكومة البريطانية مواطنيها الموجودين في سوريا كانت محل غضب واستياء أمريكي، سياسة تتسم أيضا بحسب المراقبين بالعنصرية والتمييزية، لأنها تستهدف المسلمين في بريطانيا ما يوحي بأنهم يعاملون معاملة درجة ثانية في المواطنة. موسى سرور، لندن، الميادين. ختام النشرة تذكير بالعناوين. موسكو تندد بالهستيريا الأمريكية بعد مكالمة بوتين وبايدن، وأوكرانيا تطالب بأدلة على نية روسيا غزوها. إيران تقدم حزمة مقترحات في فيينا وتدعو واشنطن إلى وضع حد لشكوكها. البرهان يقول إن الزيارات المتبادلة مع إسرائيل تجرى لأغراض عسكرية وأمنية، ويعلن أن لا عداء لبلاده مع أحد. سعيد أصدر مرسوما لاستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء التونسي، وجمعية القضاة ترفض أي بديل لمجلس القضاء الأعلى المنحل. استمرار الاحتجاجات في مدن هندية على قرار حظر الحجاب في المدارس والجامعات. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم دائما زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. نلقاكم على خير.